والبلونديز هي قرينة البراونيز، دي بلوند من الشقرة يعني لونها أشقر عشان كده اسمها بلونديز فاتحة، والبراونيز اسمها كده عشان غامقة. فالبلونديز اللي هنعملها النهاردة بالفراولة وهنستخدم فيها فانيليا دريم، هنحتاج كوباية من الزبدة الطرية وتلات أرباع كوباية من السكر، بيضة وربع كوباية عصير ليمون وكوبايتين وربع دقيق ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة من الفانيليا دريم، كوباية من الفراولة تكون متقطعة قطع، هنعمل لها جليز سكر جميل جدا هيكون عبارة عن كوباية من السكر الباودر، فراولة بيوري وعصير ليمون، وهنزين بأي كريمة مضروبة معاها فراولة فريش. يلا بينا، عايزين نخلط الأول المكونات الجافة. وعشان نخلط المكونات الجافة هنجيب هنا بولة هنحط فيها الدقيق معاه البيكنج باودر معاه فانيليا دريم باكت هيدينا المعيار المظبوط. ريحة تحفة، وشوية الملح ومضرب سلك نخلط المكونات دي كلها. كده بقى الخليط الجاف جاهز ومستني نستخدمه، هنجيبه على جنب ونيجي نشتغل في الخليط الأساسي بتاع الكيكة اللي هو خليط الزبدة مع السكر. هنضيف الزبدة هنا، زبدة طرية. أي استنوا ما نشوف الزبدة الصحية دي راحت فين. دي بقيتها طبعا لازم اخد كل حاجه في البوله، مش بس عشان دي نعمه ربنا وما ينفعش نرميها، علشان ده مقدار والمقدار لازم يكون دقيق، ومعاها السكر. بمضرب البيض هنبدا نضرب. ضربنا والقوام بقى كريمي تماما وهش ومصفر وبس فاتح وكل اللي احنا عايزينه. نبدا نضيف البيض. هضيف عصير الليمون وهبدأ ألم الجوانب وأضيف المكونات الجافة. نلم بس كل حاجة في الجنب عشان مقدارنا يبقى مظبوط. وهناخد كل خليط الدقيق
ونضرب. تمام، بعد ما ضربنا هناخد قطع الفراولة دي وبسرعة هادية نخلطها. ما عنديش مشكلة ان قطع الفراولة تتخبط شوية من ده وتنزل شوية سائل، بالعكس هيخلي البلونديز احلى. زي الفل، البلونديز بقت جاهزة. بنفردها في أي صينية، ما تكونش صينية حرفها عالي وما تكونش كمان صينية كبيرة على قد المقدار، لأن هي المفروض يعني تكون صينية وسط كده. هوريكم حجم دلوقتي أهو، علشان هي المفروض ما تكونش عالية. دي مش كيكة عالية، دي حاجة بين الكيك والبسكوت الملدن كده، فالمفروض تكون بالشكل ده. بندهن الحاجة اللي هنحط فيها العجينة طبعا زبدة الأول، احسن حاجه الايد. دايما اقول لكم الايد هي الطف حاجه للحاجات دي. عيني مع اللي في الفرن، الله العيش شكله تحفه. ناخد كده زبده وندهن الصينيه كويس. لا ايه ايه، ماشي، صوتك بعيد جدا. ندهن والعجينة تبان تقيلة كده وملبدة، هي كده صح، لا تقلقوا اطلاقا. الفراولة طبعا بتنزل شوية سوائل لما بتتخبز، فهتظبط لنا الدنيا جدا. اهم حاجة بس نتأكد ان كل القاع متغطي بالعجينة تماما، وهندخل الفرن على درجة حرارة 180. فرن يكون سخن برضو على درجة حرارة 180، ونخبز لحد ما يبقى لونها ذهبي. انا مجهزه واحده لان دي طبعا اخر حاجه في الحلقه، مش هتلحق تتخبز معانا لدرجه الحراره. فاضل لنا بس الجليز بتاع البلونديز نعمله، والبلونديز بعد ما بتطلع من الفرن بتبقى بالشكل ده. اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونيجي نقلبها تطلع بالمنظر التحفة ده. أنا بحب دايما أقدمها على الناحية المنعكشة، فعشان كده قلبتها تاني، وسكينة منشار نبدأ نقطع بيها. زي الفل، ناخد طبق ونبدأ نرص عليه البلونديز. بالشكل ده خد واحدة كمان بس، شكرا. وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الجليز اللي هنغطي بيها
وش البلونديز هتكون عبارة عن سكر باودر وشوية من عصير الليمون وشوية من بيوريه الفراولة. هجيب معايا مضرب سلك خلص الوقت بسرعة كده. يا نهار أبيض الأوقات الحلوة يعني بتمر بسرعة. والله ايه ربنا يستر بقى لأ لما تقولي كده. ونقلب شايفين الجليز ظبطت. هنعمل ايه بالجليز دي هوريكو حالا. بقى لونها بينك من الفراولة ده بالظبط اللي احنا عايزينه. يلا فراولات والجليز ناخد من الجليز كده نحط على الوش ونسيبه ينزل من الجوانب ما يجراش حاجة. خلصنا خلصنا ادي كده اخر واحدة وادي اللي بعديها وفراولات حلوات على الوش. ودي كانت وصفة دريم اللي عملناها النهاردة مستخدمين فيها فانيليا دريم الحلوة اللي مخليه ريحتها تجنن. يلا بينا ادي طبق البلونديز رهيب. لو سمحتي امسكي نفسك في فراوله يا نهار.